دي بي وولد، عندنا 65 ميناء حول العالم. طبعا ساعات العمل عندنا في المحركات، ساعات العمل للمحركات في الدي بي وولد كبيره جدا، ونحتاج نبدل الايل بشكل متواصل. نحن في موانئ دبي العالميه لدينا حوالي 123 رافعه تستعمل ديلو 400. من حوالي سنتين نحن قررنا نستعمل الاويل ديلو 400 وناخذ عليه تجارب من 250 ساعة لين 500 ساعة. بعد هالفترة بعد التجربة شفنا الأويل من 500 ساعة، حالة الأويل حالة الإنجن نفسها 250 ساعة. بعد 500 ساعة عمل بفضل ديلو 400 كان المحرك بحالة جيدة. نحن اليوم في دبي نقوم بعملية فحص لمحرك فولفو بسعة 16 لتر. يعمل هذا المحرك لمدة 24 ساعة في اليوم، وبلغت عدد ساعات عمل هذا المحرك لغاية الآن 33 ألف ساعة عمل. يستخدم هذا المحرك وقود بنسبة كبريت مرتفعة. يعمل هذا المحرك على تشغيل رافعات موانئ دبي العالمية التي تقوم بتحميل وتنزيل الحاويات في موانئ دبي العالمية، وذلك وبفضل استخدام هذا المحرك لزيوت دلو 400 SAE 15W40 أمكن لهذا المحرك أن يعمل ضعف عدد ساعات العمل الموصى بها، حيث بلغت عدد ساعات عمل هذا المحرك لغاية الآن 500 ساعة عمل في اليوم. أثر تحويل عدد الساعات من 250 لين 500 وفي تنقيص الداون تايم للمعدة في العمليات، وأثر على تقليص عدد المانور اللي هو الأيدي العاملة في عمل صيانة دورية للمعدة. نقوم الآن بفحص عمود القامات، حيث أن فتحات الديزل والهواء والعادم تعمل بشكل جيد وخالية من الكسور. أما لوحة الكبس فمزلجاتها تبدو خالية من الكسور ونظيفة وتعمل بشكل جيد. نقوم الآن بالنظر إلى الاسطوانات الستة للمحرك، حيث نبدأ من الرأس الذي يبدو نظيف وخالي من الشوائب أو الترسبات. أما بخصوص الحلقات، حلقات الزيت العلوية والسفلية والوسطى، فإنها تتحرك بكل سهولة، مما يدل على التحكم الجيد بتصريف الزيت. وبالنظر إلى الجزء الداخلي من الاسطوانة فإنها تبدو نظيفة خالية من الشوائب والخدوش. نقوم الآن بفحص الجزء الداخلي من اسطوانة المكبس، حيث أن جميعها تبدو نظيفة خالية من الشوائب، مما يدل على الانتقال الجيد للزيت عبر الحرارة، علما بأن هذه المكابس قد عملت بشكل متواصل لمدة 33 ألف ساعة عمل. نقوم الآن بفحص سبائك المحرك الرئيسية والذراع المرفقي وعمود القامات، حيث أن جميعها تبدو بحالة جيدة خالية من الترسبات النحاسية، علما بأن هذا المحرك يعمل بوقود يحوي نسبة كبريت عالية. بعد النظر لداخل أجزاء المحرك فهي تبدو بحالة جيدة باستعمال ديلو 400 بعد 33 ألف ساعة. لقد عملت على المئات من الماكينات في خلال حياتي العملية. هذه الماكينة بعد أن عملت 33 ألف ساعة عمل باستخدام زيت ديلو 400 تبدو الأجزاء الداخلية بحالة جيدة. بعد فحص أجزاء هذا المحرك من نوع فولفو وجدنا أن جميع أجزاء هذا المحرك الداخلية بحالة جيدة جدا، وذلك بفضل استخدامه لزيوت ديلو 400 15W40، مما كان له من مردود إيجابي على استمرارية عمل هذا المحرك الذي يعمل في محطة الحاويات في موانئ دبي العالمية، مما عمل على تقليل تكاليف التشغيل في أحد أكبر موانئ المنطقة.
ديلو 400 يساعد الرافعة لانطلاق لأبعد مدى.